السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نديرو تحقيق حتى نخرجو الجراف بريسيدون. هذا كنترول عقبناه غير اسمه غير اسمه اللي فات. الأول سؤال يقول لك ديتيرميني ليكوراسيون، ومن بعد يقول لك خرج تدوير الجراف بريسيدون كيفاح، يعني من هذا ترانزيكشن هذا لوردونسمون اش كيف راح تنخرجوا الجراف. نخدموها ان شاء الله تستفادوا. صح، نعاود نرتبهم من هون باه نعاود نكتبهم ديريكت. صح، عاود كتبتهم من هون. صح، دروك نبداو في اول خطوه كيف راح تخرج لك الجراف هذا نتاعك. اول خطوه، يعني اول خطوه اللي نديرها واش هي، هو نقبض هذا ليبراسيون لوردونسمون نتاعي هذا. نعاود نشوف القيم، شفت لهم قيم زد اكس ومرات يكون ايغريك، نهزوا القيم تاع الاكس نحطهم وحدهم، والقيم تاع الايغريك نحطهم وحدهم، والقيم تاع الزد نحطهم وحدهم. هذا مكان نعاود نديروا هذه الخطوه الاولى، ومن بعد نشوف نبداو بتاع القيم تاع الاكس. عندي ار 3 اكس عندي ار 3 اكس ار 1 اكس عندي ار 4 اكس عندي دبليو في 1 اكس. هذو قيم لي زيكس، دروك قيم لي كراك. هادي وهادي وهادي، عندي دبليو في 3 إيكغريك آر 2 إيكغريك آر 1 إيكغريك. دوك قيم لي زاد، عندي زاد هادي وعندي هادي زاد، إيه إيكغريك هاي وراها لخرا نسيتها، دبليو في 2 إيكغريك. عندي زاد هاد الزوج دبليو في 4 Z W 2 Z هكذا. صح، قيم لي زيكس قيم لي كراك قيم لي زيت. صح، واش هي الحاجة اللي نزيد لازم نعرفها، واش هي الحاجة اللي لازم نزيد نعرفها؟ هذا القاعدة اللي ديما تمشي معاك، القاعدة اللي ديما تمشي معاك. واش لازم لي نهز؟ لازم لي نهز لي بروبلام. لي بروبلام واش هما؟ لما نهز غير البروبلام، البروبلام واش هما؟ هما لما يكون من دبليو في لدبليو في الار دبليو في دبليو في الار. صح، كاينة خاصية أخرى اكتشفناها، واش هي؟ هو أنه لما دبليو في رايحة لدبليو في يتعود تحت، ركز لي على تحت اللي هو كتعود ان 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 ان. واش معناها؟ معناها فرضا عندي دبليو في ان رايح لدبليو في ان، في هذه ان ان يعني نفس العنصر من راني نخدم في نفس الترانزاكشن، الترانزاكشن اللي هو تي واحد دبليو في واحد قال دبليو في اكس دبليو في اكس. هذه قال لك هذه ما تهزهاش، ما تهزش من دبليو في دبليو، تروح ديريكت للدوزيام ومن ثم وتبدا تهز. يعني اذا جات من وراها اردو ولا عرفتها واحدة أخرى، هذيك هي اللي تهزها، ما تهزش هذي وروح ديريكت الدوزيام وابدا هز. أمينة، سما وقت نهزو من دبليو في دبليو في كتعود من دبليو في ان رايح دبليو في ام، يعني مش نفس الترانزاكشن، انا تاخد ترانزاكشن. وهذي وقت تمشي هذي، هذي تمشي كتعود القيم مختلفة. قال مثلا دبليو في اكس دبليو في اكس، ما نهزهاش، لازم تكون دبليو في اكس دبليو في اكراك دبليو مش دبليو في مش لهون قال ار واحد، هادو نهزهم في نفس القيم كاع. يعني واش قصدي؟ قصدي انه كي تعود قيمه اكس نهزها ار دبليو في ار اكس دبليو في اكس نهزها،
صح كي تعود نفسهم ماهمش نفس القيم، قال لهون ار اكس لهون دبليو واي، ما عندهمش حتى لا علاقه، لازم تكون عندي نفس القيمه باه نهز البروبليم هذا. هذه هي صح، نبداو في هذه واش نطبقوا فيها. صح انا عندي لهون ار 3 اكس معايا، ار 3 اكس الار مع الار ما تديليش بروبليم، ما نهزهاش هم راهم لي بروبليم، لازم تكون هادو ثلاثه صح. ممكن تدير لي بروبليم دير غير مع الدبليو في، سما الطروة هاي ورا معايا، ما ندير لي بروبليم مع هادي، هادي هي اللي نهزها. واش نديرها؟ نروح نهزها عندي ار طروة اكس دبليو في اكس، هذه الاولى صح. دروك ار ا اكس مع دبليو في ا اكس هو بروبليم صح، بصح ما نهزوش. علاش ما نهزوش؟ خاطر راه جايني في نفس ال جايني في نفس الترانزاكشن، ها راه واحد واحد جايني في نفس العنصر، سما ما نهزهاش على هذه، ما نهزهاش برك صح. عندي دروك ار كات اكس دبليو في ا اكس نهزها عادي، كاين بروبليم عندي كات ا نهزها عادي. سمع عندك ار كات اكس دبليو في ا اكس هذه نهزها عادي. خلصنا من اكس، نروحوا للدوزيام، نروحوا للدوزيام صح. عندي الايكغريك من دبليو في الار بروبليم، نهزو عادي دبليو في طروا يغرق ار دو يغرق، هذا الاول. الدوزيام دبليو في طروا الار ا يغرق، نهزو عادي دبليو في طروا يغرق ار ا يغرق صح. عندي ار دو ار ا ما نهزهاش خاطر الار الار ما ديليش بروبليم، ها هو لي بروبليم اللي عندي. ار ا دو لو فيديو سي سي با سي تا بروبليم صح، من ار دو لار ا ار ا من ار ال دو لو فيديو عندي نيغريك دو لو فيديو نيغريك صح. يجيني واحد يقول لي راه كاين دبليو في 3 كاين تمد الدبليو في 2، انت قلت لي لهون كتعود العناصر مش مختلفه، الثاني نقدر نهزها. ايه تهزها تهزها دبليو في 3 ايغريك دبليو في 2 ايغريك صح. واش بقالي؟ هذه كي عدد نفسها 2 2 ما نهزهاش. دبليو في كات دبليو في في دو زد نهز هذي، دبليو في كات زد دبليو في دو زد صح. لهون كيف راح نرسمو هنايا الجراف تاعي البروسيدو، راح قدا عندي انايا لهون عندي حتى الكات، يعني عندي تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي ربعة. كيف نعرف انا يا الاخر نقبض هذه العلاقة ثلاثة واحد؟ وش معناه؟ معناه ثلاثة راهي تمد للواحد، ربعة تمد للواحد، ثلاثة تمد لاثنين، ثلاثة تمد للواحد، هاي كاينة ديجا الحاجة اللي كاينة نولي نحيها، ثلاثة تمد للواحد وثلاثة تمد للواحد، هذي كاينة سما هذي نحيها. من بعد كيقول لك اعطي لي الكوفرتير انت حاذي هذي ما ديرهاش، قول له ديجا راه كاينة علاقة تدي من ثلاثة لواحد، هذي تولي نحيها صح. كم الواحد يمد لاثنين صح، ثلاثة تمد لاثنين،
ديجا عندي هنايا ثلاثة من ثلاثة، شو صرا لها؟ اسمع، مو عندي الكاس تمد الاثنين، هاي ورا صح. كون يقول لك هذا الجراف وزيد نقص لي فيه، انا هنا نفهم مدروكه، نفهم بلي راه تي طروه مدى تي ا وتي اي مدى تي دو، سما هذه العلاقه ما عندهاش معنى. هذه العلاقه تي طروه تي دو ما عندهاش معنى، هو تي طروه رايح رايح لتي ا عبر تي ا، رايح رايح لتي دو عبر تي ا، سما هذه ناحيه. نفس الهون تي كات راه رايح لتي دو، رايح رايح عبر تي ا، سما هذه العلاقه اللي زدناها ناحيه. شو ولي لي الجراف؟ ولي لي غير هكذا. اكتبوا هون برك، عندي تي طروا و تي كات، الهون تي ا الهون تي دو، يوليو يدو في زوج للتي ا، و تي ا بدورو يدي لتي دو. هذه اللي تولي علاقة تمشي. هذا هو كيف راح نخرجو جراف بري جراف بريسيدون بهاري تاع ترانزيكشن. ماشي، تخرج لي زيكس مع بعضها ولي زيكريك مع بعضها لي زيد مع بعضهم صح. نبداو نجبدو على لي بروبليم هادو اللي رانا حاطينهم هادو، ونبدا نجبد انايا العلاقات نتاعي، نرسم الجراف تاعي كيما راه. هذه كامل قبل ما نحطها له في الورقه تاع الاجابه. الورقه تاع الاجابه راك تحط له غير الجراف المصغر، يعني كي تنحي هادو، كي تنحي هادو وتحطهم له، والجراف ترسمه كامل، ومن بعد تقول له بلي هذا الجراف تاعك كامل، والجراف يعني المصغر والله من بعد ما درنا له المينيمال يخرج هكذا. تحط له الجراف مينيمال، تشوفوا تخدموا بالجراف مينيمال كما تاع لا فورم نورماليزاسيون في الشابتر اللي قبل صح. كاين واحد السؤال ديما يجي من ورا الجراف، كي تخدم ديريكت الجراف يجيك هذا السؤال، هو سيرتان ترونسمون ايتيل سيرياليزابل. هذه سيرياليزابل معناها اسكو في هذا الجراف اللي خدمت اسكو كاين فيه سيركوي ولا لا. السيركوي نعرف السيركوي هو مثلا كي تروح تسي تسيدو تعاود ترجع تشيكات، ونقولوا لهون كاين سيركوي، لهون لازم تقول له بلي راه ما كان سيركوي، لهون تقول له راه سيريا لي زابل كار نو سيركوي. سيركوي راه سيريا زابل ما عندنا سيركوي خاطر صح. والسؤال اللي ديما ما تبوع معاه واش نهي، يقول لك ورا سي وي دوني لوردر سيكونسيال دي ترانزاكشن ايكيفالون. هذا السؤال اللي ما لازق معاه، اصبر نشوف ورقه باه والله نرسموه. صح، انا واش لقيت عندي؟ لقيت عندي هذاك السؤال تاع اللي تخرج له الاوردر، خرج له الاوردر سيكونسييل دي ترانزاكشن ايكيفالون. هذا السؤال لازم مربوط بالجراف. اسمع، عندي هذا، عندي تطروا وتيكات وتيدو هكذا. هذا الاخر هو انك تخرج له الاحتمالات اللي قادر يمشي عليهم الجراف. وش هو هذا الجراف؟ واش قادر يمشي؟ قادر يبدا بتي طروا، ومن بعد واش يجي؟ تي كات، يعني يبدا بتي طروا هو الراسين، ومن بعد يجي تي كات صح. الهون هذه ثابته، ما يكون ما نقدرش نقولوا شك فيها تي دو يجي قبل تي ان، ديما توجور تي ان ومن بعدها تي دو. اسمه وينها الاحتمال اللي قادر يصرى عكس هذا؟ عكس هذا واش راح يصرى؟ احتمال اخر هو انه الربعه هي اللي نبداو بها الاولى، تولي تي كات تي طروا تي ان تي دو. هذا هو الحل. ترسم تكتب له هذه، تكتب له تقول له هذه، تقول له لوردر سيكونسيال دو ترانزاكشن ايكيفالو اي، وتكتب له هذه يعني الاحتمال اللي قادر يصرى لي ثلاثه، نقراو ثلاثه ومن بعد الرابعه ومن بعد الان دو. والله نبداو بالرابعه طروا ان. هذا هو السؤال ديما يجي هذا تاع لازق معناتها على جراف بريسيدون مع سيرياليزابل بالذات. هذا هو الجراف ساهل نورمالمون.
تقدر تجيبو فيه كي شغل نقاط مضمونة تعب تخرج الكراف في السيتو. هذه هي أي بون سنة. كش ما كاين أسئلة أخرين هاكم تقولوا لي في التعليقات تحت.